صباحو، انا عمرو نصوحي وهكون معاكم كل يوم مع ليبتون من معسكر المنتخب في سويسرا في عز التلج اللي احنا فيه ده علشان نغطي معسكر منتخب مصر الاول بعد ما صعدنا كاس العالم من ساعه بنالتي صلاح الاسطوريه اللي حطها في الكونغو. الجو النهارده ما فيهوش تلج ولا مطر الحمد لله، ودي اول تمرين للمنتخب على الملعب الرئيسي. انتوا سامعين صوت اللعيبه دلوقتي وهي بتتكلم، بس مش هنقدر نوريكم اللعيبه لان التمرينه فيها تاكتكس وفيها خطط وممنوع ان احنا نصورها بالكاميرا. دايما بنقعد نقول ان معسكرات منتخب مصر بيكون فيها روح حلوه ما بين اللعيبه، بس المره دي في حاجه بقى اعلى شويه من روح الحلوه، في روح كاس العالم. القائمه اللي اختارها كوبر في المعسكر ده هي 28 لعيب، وكلنا عارفين ان في الاخر في 23 واحد بس هم اللي هيروحوا كاس العالم. في حاجات كتير قوي ايجابيه لازم ناخدها من ماتشات وديه زي ماتش البرتغال وماتشات اليونان، غير النتيجه والماتش هيخلص كام كام واذا كنا هنكسب ولا هنتعادل ولا نخسر ولا ايه اللي هيحصل. اهم حاجه هي انك علشان صعدت لكاس العالم فانت عندك فرصه انك تلعب ضد منتخبات كبيره زي البرتغال بطل اوروبا، هنتفرج على صلاح ضد كريستيانو رونالدو، واللعيبه نفسها هيبقى عندها احتكاك بشكل مختلف في الماتشات الوديه، وهم عارفين ان هم بيحضروا لكاس العالم واللعيبه دي هيواجهوها في بطولات كبيره بعد كده. النقطه الثانيه هي نقطه الجهاز الفني، في الاخر لازم يتم اختيار لعيبه اقل من اللي موجوده النهارده عشان تروح كاس العالم. في هيكل اساسي بنلعب بيه دايما، اذا كانت الخطه نفسها الى حد كبير 4-2-3-1 ما بتتغيرش، يعني مقدسه عند هيكتور كوبر. ففي هيكل اساسي عدد معين من اللعيبه موجوده معاه من بدايه المشوار، وعارفين ان هم ان شاء الله كده كده هيكونوا موجودين في كاس العالم، بس في لعيبه ثانيه متالقه في دوريات مختلفه اوروبيه وعربيه بتاخد فرصتها في المعسكر ده، ولازم العين هتكون عليها ونشوف هيأدوا ازاي مع المجموعه وهيأدوا ازاي داخل ارض الملعب. الملعب دلوقتي اتقسم نصين، نص دفاعي ونص هجومي. نقدر نقول ان التشكيل الدفاعي الاساسي غالبا اللي هيلعب بكره ما فيهوش اي مفاجآت، علي جبر واحمد حجازي ثنائي ويست بروم، باك رايت فتحي وباك شمال شيفو واثنين ارتكاز طارق حامد ومحمد النني. بقيت بقى اللعيبه الهجوميه كلها بتلعب الناحيه الثانيه، عندنا ما شاء الله في مثلا بتاع 30 لعيب هجومي لوحدهم بيلعبوا الناحيه الثانيه. اعتقادي الشخصي ان ماتش البرتغال هنشوف فيه التشكيل الاساسي والهيكل الاساسي بتاع المنتخب، لان زي ما احنا فاكرين اللعيبه دي ما لعبتش مع بعض من ساعه ماتش الكونغو، فلازم يبداوا يلعبوا مع بعض تاني. وعلى ماتش اليونان هنبدا نشوف الوجوه الجديده اللي داخل المنتخب بتبدا وبتاخد فرصه اساسيه من بدايه الماتش. بالنسبه لحراس المرمى يا اما احمد الشناوي يا اما عصام الحضري، واحد فيهم اللي هيقف ما نقدرش نقول مين. ومن التمرينه كلها الاثنين اللي اتمرنوا تمرين انفرادي النهارده هم عمر جابر وحسين الشحات، بس عملوا سبرنتات وجريوا ونطوا وتحركوا، فنقدر نقول ان هم الحمد لله احسن. التمرين قربت تخلص وان شاء الله هنشوفكم بكره من ارض الملعب هنا، وكل يوم يا اما من التدريب يا اما من الاستاد يوم الماتش لحد ما ينتهي المعسكر، كل يوم مع ليبتون. كان معاكم عمرو نصوحي واشوفكم بكره. سلام.